معقول اللي انا شايفه ده؟ طاهر ولا طاهر انت يا زفت؟ في ايه؟ في ايه مالك؟ في ايه؟ بص، مش ده الراجل الامريكاني اللي قتله ادم؟ هو بس يخلق من شبه 40. 40 ايه يا ابني؟ هو ده، انا متاكد ان هو الراجل. انت عارف ده معناه ايه؟ ده معناه خطير جدا. الحمد لله بعد ما وقفنا النزيف بقت كويسه، بس للاسف فقدت الجنين. الحمد لله على كل حال يا دكتور. هي وقعت ازاي؟ زحلقت على السلم فوقعت. بعد اذنك. ايه في حياتك يا مدام؟ انت اللي جابك هنا. اخرج بره بقى، اخرج بره. حاضر، هخرج بره، بس انا ناوي اخرج بره بقى من حياتك كلها، لان ناوي اطلقك عشان ما عنديش استعداد اكمل حياتي مع واحده كانت بتخوني. ومع مين؟ مع صاحبي وحامل منه. شو كنت طبيعي؟ انت مجنون، اكيد انت مريض. اه ما هو طبيعي طبعا، لازم تصيطيني وتقول عليا مجنون، لانك مش ممكن هتعترفي بخيانتك وهو سخدك. بس انا بقى عارف كل حاجه، عارف ان انتوا كنتوا بتتقابلوا في العياده من ورايا، ده غير المره اللي قفشتك فيها. تنكري ان رقم تليفونه لسه على موبايلك؟ ايوه، عشان صاحبك. صاحبي ولا صاحبك يا واطيه؟ اخرس بقى، اخرس. لأن خلاص انت ما بقيتيش تلزميني اصلا. ورقة طلاقك هتوصلك اول ما هتخرجي من هنا، لأن مش هينفع اكمل حياتي معاكي. عارفه ليه؟ لان راجل متربي ونضيف، مش واخد على الوساخه. فو لك لله، حسبي الله ونعم الوكيل فيك. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. يلا يا قمر، عارفين هنعمل ايه دلوقتي؟ ايوه، اغسل ايديا واغير هدومي والبس البيجامه والشبشب. الشبشب يا بابا. شاطره يا حبيب قلب بابا. يلا بسرعه عشان نتعشى. يلا منال، يا منال، منال. في ايه يا حبيبي الهوليله اللي انت عاملها دي؟ ايه اللي انت عاملاه في منظرك ده؟ مفيش، كنت زهقانه فقلت اعمل حمام كريم. حمام كريم؟ هو ده بس اللي انت فاضيه له ومركزه فيه؟ مالك يا هشام، انت عايز تضرب خناقه وخلاص؟ لا مش عاوزه اتنيل اضرب خناقه. امال في ايه؟ بنتك يا هانم. مالها هايدي؟ المدرسه بتاعتها كلمتني واشتكت لي ان البنت انطوائيه وخجوله وما بتتكلمش مع حد ولا بتلعب مع العيال في المدرسه. تاني انا مش فاهمه الست دي عايزه ايه، دايما كده عامله من الحبه قبه. يعني قالت لك قبل كده؟ اه قالت لي، بس ما ركزتش يعني، عشان انا عارفه ان بنتنا بتتكسف حبتين. في فرق كبير قوي ما بين الكسوف والانطوائيه يا هانم. يعني عايزني اعمل ايه دلوقتي؟ لازم نعرف السبب، والا البنت هتطلع مش طبيعيه ويبقى عندها خلل في التعامل مع الناس. عادي يعني، ما كلنا كنا بنتكسف واحنا صغيرين. بقول لك المدرسه هي اللي قالت لي، يعني مش عادي، ده شيء ملحوظ جدا لدرجه انها لاحظت وكلمتني قالت لي. والله كله بسببك بقى. بسبب انا؟ ليه؟ علشان حضرتك استخسرت تدخلها حضانه كويسه ودخلتها حضانه على قد الايد. على فكره بقى، الحضانه اللي هي فيها كويسه، انت اللي ام مش كويسه. انا مش كويسه يا هشام؟ ايوه، وسطحيه وتافهه وجهله كمان. انا سطحيه وتافهه؟ دي حاجه ما كانتش هتفرق. ايه يا حبيبتي؟ ايه روحي، مالك يا ايه؟ مالك؟ انا خايفه، طول يعني طول كده بتتغنوا. معلش يا حبيبتي، معلش، احنا ما كناش بنتخانق ولا حاجه يا قلبي. احنا انت عارفه، بس مامي وبابي صوتهم عالي قوي. معلش يا حبيبتي، حقك عليا يا بنتي، حقك عليا. والنبي ما تعيطي، والنبي يا حبيبتي ما تعيط. انا ما اقدرش، ما اقدرش على اللولي ده. حبيبتي
منك لله يا منال. بس يا حبيبتي، بس يا قلبي، بس يا قلبي. وحشيني قوي يا ادم، وحشيني قوي يا ابن عمري. عامل ايه يا ضنايا؟ الحمد لله تمام. وانت كمان وحشاني، وحشتوني كلكم. خلاص يا ست صبره، اطمنت على ابنك حبيبك وبخير اهو. يا رب زيح من علينا الغمه دي بقى، وما نتحرمش من حضنك ابدا يا اخويا. ده احنا هنموت عليك يا ادم، اشمعنى انت اللي يحصل معاك كده يا اخويا؟ عشان اخوك راجل يا بط. وحشتيني قوي قوي يا ادم، مش عارفه اقول لك ايه. الحمد لله يا حبيبي ان انا اطمنت عليك قبل ما اموت. موت ياما، بس ما تشر عليك، ما تقوليش كده. شر عنك يا ضنايا. شفتوا بقى، لولا شغلي مع لولوس ما كناش شفنا ادم. لولوس ايه؟ وده وقته الرقاصه دي. الرقاصه دي بعدين يوم الفرح. انا جايبكم النهارده يا جماعه علشان اعرفكم على ناس افاضل كمل، ناس بحبهم قد عيون اتنين. الحاج عوضين ابنه عوض، الحاجه ام البرين. اهلا بك يا حاجه، خطوه عزيزه. يعز مقدارك يا اخويا، اهلا وسهلا. اعرفكم بقى بالأمرايا صبحة. ما شاء الله ذوقك حلو قوي يا عامر. ده بس من ذوقك انت يا ست الكل. يا اختي ما شاء الله عليكي. وانت مطمنا عليك، عامل ايه؟ الحمد لله يا حبيبي تمام. هنا احسن حاجه في الناس ان هما بيعاملوا الواحد باللي بيشوفوه منه، مش باللي بيسمعوه عنه. المهم انت عامل ايه؟ وحشنا قوي يا يحيى، وحشنا قوي. يلا واخد بالك من امك واخواتك ولا لا؟ عيب عليك، ده انا اخو ادم عبد الحي. انا خايفه قوي يا ادم، خايفه يكون حد مراقبنا واحنا جايين على هنا. هتقلقيه ليه بس ياما؟ ما احنا واخدين حذرنا ولفين مصر كلها على ما نيجي هنا. يقدر حد يهوب ناحيه المزرعه هنا؟ انا عندي رجاله هنا تاكل الزلط. طبعا يا باشمهندس، ده احنا نفديك برجبينا انت والاستاذ ادم. سمعتوا رجبينا دي؟ ادم ادم، انت هتفضل قاعد كده ولا ايه؟ ما تخش تقول الموضوع بتاعي. طب يا حاج، احنا عارفين ان انتوا عيله محترمه وبنت حلال، ويشرفنا يعني ان خالي عامر يطلب ايد بنتكم. مش مهندس عامر راجل جدع، وانا يشرفنا نديله بنتي. يبقى نقرا الفاتحه. نقرا الفاتحه، توكلنا على الله. توكلنا. اقرا صبر. اقرا صبر اختي. عارف يا كيمو، لو ربنا كرمنا في الموضوع ده هيفرق مع ادم كتير قوي. يا ابني ان شاء الله هتبقى اتحلت اساسا يا رب. طاهر كريم. عليا، كويس ان احنا لقيناك. ندور عليك. ايه في ايه؟ شكلنا كده قربنا من دليل براءة ادم. انا اعتقد ان احنا لقينا الدليل نفسه. فهموني ايه الحكايه؟ عايزه تشوفي الدليل؟ ايوه طبعا. طب يلا بينا على مكتبي. يلا بسرعه. ست ام ادم، ازاي صحتك؟ الحمد لله. ازيك انت يا فاروق؟ ما تورنيش باي حاجه. ربنا يخليك، كتر خيرك.